تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء. التفاحة المحرمة في الحلقة الجديدة من مسلسلنا. يذهب إريم إلى مطعم مع إليدا، يترك أحدهم خاتمه على حافة الحوض في مرحاض النساء. تسرق الفتاة الخاتم، تدرك المرأة الواقعة وتتصل بالأمن لتجد الخاتم في جيب الفتاة وتتصل بالشرطة. يتصل سيتيكي بها ليت. يأتي الرجل إلى مركز الشرطة ويحل القضية، غير قادر على إنقاذ ابنه من هؤلاء الأصدقاء. يغضب هاليت بشدة، يقرر إرسال إريم إلى لندن. يطرد سيتيكي الذي لا يستطيع الاعتناء بابنه. يتصل إريم بإندر ويشتكي من والده. يطلب إندر من عليان المساعدة، لكنه بالطبع لا يساعده. يذهب إندر إلى القصر بمفرده ويواجه عليان مع هاليت. يتحدث إندر إلى عليان مرة أخرى ويطلب مساعدته من أجل إريم. يوافق عليان على التحدث مع هاليت. يقنع هاليت عليان. يجبر هاليت إندر على التوقيع على ورقة الإذن لابنه بالسفر للخارج. يحصل إندر على هاتف جديد، لكنه يطلب من كانر العثور على الهاتف القديم ويخبره بأكاذيب أخرى. في اليوم التالي يأخذ دوندار الهاتف ويطلب من يلديز أن يسأل يلدز أسئلة ويتصل بأندر ليخبره أنه لن يستسلم لابتزازه. يفتش يلدز في هاتف إندر ويتفاجأ برؤية صور لها مع عليان. يرمي الصور إليها قبل أن يرميها في البحر. وبينما يلتقي إندر بكمال ويطلب المساعدة من أجل إريم، يذكر له قرب يلديز من مدرب الرياضة. رتب كانر مع مدرب الرياضة لرعاية يلديز. يهدفون إلى أن يصاب كمال بنوبة غيرة ويتسبب في حدوث مشكلة. في البيت يستفز كمال هاليت بقوله أن الصالات الرياضية هي أماكن للتواصل الاجتماعي. يلتقي يلديز مع عليان ويطلب منه حساباً. تظن زينب أنها ذاهبة إلى عشاء عمل مع عليهان، لكنه يطلب من هاكان الذهاب لأنه لا يستطيع النظر إلى وجهها. يقضي الاثنان وقتاً ممتعاً بعد مغادرة الزبون. يلتقط أحد مواقع المجلات صوراً لهما على العشاء وينشر تقريراً عن أنهما عاشقان. وبينما يتساءل دوندار وبعض الناس عن حقيقة الخبر، يتساءل البعض بالطبع عن حقيقة الخبر، بينما لا يصدقه البعض الآخر. نعم أيها الأصدقاء، كان هذا الفيديو أيضاً هنا. إلى اللقاء، لنراكم في فيديوهاتنا الأخرى.